لكم عروض بقى عشان اللي ما جابش بيجامات يجيب. فالحقوا الفيديو لسه متصور ولسه نازل، العروض لسه طازه. بصي زي كده البيجامات اللي زي كده، البيجامات انا داخل سريع لي بس عشان وقت الفيديو. لا تهدى لي في العرض دي 110. 110 دي معانا النهارده ب 110 منها 6 7 اشكال تمام على نفس المقاس واحد. اه المقاس واحد يلبس لارج يا جماعه. اه 75 اه ما هو يلبس لارج. في منها البرمودا بتاعتها برضو بنفس السعر ب 110. ب 110 ده شكل تاني عشان ما تقولش شكل واحد باكتر من 20 شكل. ده بنطلون. ده بنطلون برضه ب 110 بيجامه اكتر من 20 شكل. بصوا دي ب 110 برضه اهي يا جماعه، بيجامه على 110. تسلم ايدك. تمام عندي حاجه زي كده اعلى منها شويه، دي اعلى برضو. بصوا كده 140 جنيه بس. دي 140 دي تونيك ولا ايه؟ تونيك. اه طويل. تمام اللي ما بيحبش حاجه على الكاميرا الطويله اهو. بصوا ده البنطلون بتاعها زي ما انتم شايفين. تمام دي 140 دي النهارده ب 140، دي طويله شويه مش على الكاميرا. تمام على 140 جنيه. تسلم ايدك. تمام حاجه زي كده اربع قطع. دي اربع قطع بكام بقى؟ مفيش 300 ومفيش 200 والكلام ده، ب 170 جنيه بس. اربع قطع على 170. الاربع قطع ب 170. بصوا اندر شيرت زي ما انتم شايفين مطبوع ومعاه الهوت شورت بتاعه. الهوت شورت بتاعه دينا وشه. طب ما لحقتش اشوف هوت شورت انا، والله ما شفتك. وادي التوب بتاعه. وادي التوب. هات لي بقى الهوت شورت والبنطلون. وادي الهوت شورت والبنطلون. بصوا اللي هوت شورت عليه اكبر كميه والله. ما احنا نوريهم عشان المتابع يستمتع. قلنا ب 100 وكام؟ ب 170 جنيه بس. ب 170 والبنطلون عليه طبعه برضه زي ما انتم شايفين. على 170. دول بكام؟ 170 جنيه. تسلم ايدك. تمام حاجه خروج زي كده ثلاث قطع. ده خروج ثلاث قطع، اندر شيرت بالجاكيت بالبنطلون. عايزاكم بس توحدوا الله وتصلوا على النبي ولايك وشير للفيديو ما تنسوش. بصوا ده الاندر شيرت اهو. تمام ده بادي نص كم. وادي البنطلون بتاعه حلو قوي تحفه. اه رجل الفيل باجي رجل فيل. وده تمام حلو قوي ده على فكره تحفة. اخر من الاخر ده يا باشا تحفه. كام ده النهارده؟ 300 جنيه بس. ده ب 300 جنيه ثلاث قطع النهارده على 300 جنيه. تسلم ايدك. ورينا الصوره وانت بتفتح. بص خد سكرين لو حابين. ده في منه 6 7 موديلات والوانه كلها موجوده. كل الوانه موجوده. بصوا الجمال الله حلو ده. بنطلون واسع برده. وده وادي التيشيرت بتاعه. وكام النهارده؟ بكام ده؟ ب 220 جنيه. ب 220 كام قطن صافي ويمشي معاكوا خريفي حلو ويمشي خروج لو انتوا حابين تلبسوا الوان منه خروج. المحيرات بتاعه المحيرات اطفالي ومحيرات من سن 4 سنين لحد سن 18 سنه. من 4 ل 18 سعر واحد ولا ايه يا كريم؟ لا كل ده سعر واحد. بصوا من 4 ل 18 ده البنطلون. ده 8 سنين بس. تمام عامل كام ده؟ 220 جنيه. ب 220 ده خروج ب 220 ب 220 يلبس لحد المحيرات. كملوا الفيديو فضلا وليس امرا لايك وشير والتليجرام في اول تعليق. العبايه الزبده اللي زي كده. تمام ده كاش ولا ده كاش قصير؟ اه قصير. ده كاش قصير. في الطول بتاعه كمان حلو الزبده. 95 جنيه ده النهارده ب 95 جنيه. الطويل تمام. بتاعه اهو. انا بعرض حته من كل موديل. اه بس انا عايز اقول لهم في اشكال كتير وشغل كتير على التليجرام في اول تعليق. انا بعرض عشوائي كده. تمام بص ده الطويل منه. الطويل بتاعها ب 120 جنيه بس. ده الطويل اهو يا جماعه على 120 جنيه. منها ست اشكال بتاعها، البقره والتايجر والنص ونص. القصير ب 90 والطويل ب 120. ب 120 جنيه. تمام. في منه اشكال كتير. شغل الترندات ده هتلاقيه دخل بالسوشيال ميديا ده. الترندات دي. ده درس بيتي كاش بيتي حاجه كده قمر. ده اللي هو الكلوش ده يا جماعه. بصوا حلو قوي ده. استك من فوق. ده ب 250 و260 جنيه. النهارده عندنا بكام؟ المكتب بيلعب موجود ب 215 بس. ب 215 تمام. بص العبايه نص كم دي كمان؟ عبايه نص. دي اللي هي الشداد. دي هتلاقيها برضه بتتباع ب 120 130 حلوة جنيه. حلوه دي قوي دي. ب 95 جنيه بس. بكام؟ ب 95 جنيه بس. دي سعر خاص. حلو قوي دي. دي النهارده ب 95. 95 جنيه بس. ده هتلبس معاكم 3 اكس دي. ادي الكم بتاعها اهو. على 95 ودي الكم. الكم ب 105. الكم بتاعتها ب 105. النص ب 95. تلبس معاكم 3 اكس مرتاح. الكم ب 105. الكم ب 105 حلو قوي. الزبده اللي زي كده شفنا احنا النص كم. بص الزبده اللي زي كده. دي زبده التايجر حلو قوي. مش نص. دي كم. بكام بقى؟ كام؟ لمتابعين قناه مكه برضو بكام؟ بكام؟ ب 95 جنيه. ب 95 جنيه. دي النهارده على 95 جنيه. انا متابعه قناه مكه. حبيبتي. كل سنه وانت طيبه. بص الترنجات زي كده. ترنجات دي ثلاث قطع. شغل خروج مش بيتي. تمام. بص انت على الخامه كده. حلو قوي الله تحفه. ده الاندر شيرت ده خروج يا جماعه، والبرده السروال خروج، والتيشيرت بتاعها خروج وده خروج. يعني هتاخدوا طقم خروج ثلاث قطع. كام النهارده الثلاث قطع الخروج؟ 300 جنيه بس. ب 300 جنيه. عرض خاص ده بيتباع ب 400 والله حلو قوي. 300 جنيه بس. ده النهارده ب 300 حلو جدا. يلبس معاكم 2 اكس محدوده. ده حتى نفاذ الكميه. اه حتى نفاذ الكميه 20 حته بس. حتى نفاذ الكميه تمام. رزق اللي يلحق منهم برده. بس دي برده ترندات يا جماعه. ترندات شغل الاونلاين ده. شغل الاونلاين ده البنطلون الواسع صح؟ ابتدي معلش البنطلون. بصوا البنطلون عامل ازاي يا جماعه؟ حلو قوي. تمام حلو قوي.
مكتب هلال عبد الموجود ب 195 جنيه بس. ب 195 بسعر المصنع. والله شكله الشيكه ويبقى في العيد تحفه يا جماعه على 195. بصوا اطفال ازاي كده؟ انت مشكل لنا حبه اطفالي على حبه، والله مدلع. دي من 2 ل 5 هيك زي ما انتم شايفين. في لحد 18 سنه. في منها مقاسات لحد 18 بس دي مرحله ثانيه. دي عامله كام المرحله دي؟ ب 240. حلو قوي على 240. ركزوا معانا وفضلا وليس امرا لايك وشير. انا بوريكم الفيديو سريعا عشان ما يبقاش طويل عليكم وتلحقوا تشوفوا في موديلات كتير. بصوا الجمال اللي جاي ده، دي مقاس واحد صح؟ ده بدايه اللوكس. وان سايز دي بدايه اللوكس. الله حلو قوي قوي. دي ب 240 فريد للتيشيرت كده. بصوا يا جماعه دي النهارده معانا على 240 جنيه، حلوه جدا جدا بالبنطلون. ست الوانات وست اشكال. ست الوان وست اشكال. ست الوان مختلفه. تمام. الهوت شورتات اللي زي كده. الشورت ده حلو قوي ده. اي هوت شورت عندي القطن اللي زي كده عليه عرض ب 110. انا عايز اوريه لكم كله ب 110. كله ب 110. بص شكله اهو عشان لو يبان معانا. ده الهوت شورت اهو زي ما انتم شايفين، حلو جدا. ودي القطعه اللي فوق. وادي التوب بتاعه. هي نفس الشكل ما تختلفش. على 100 وكام؟ ب 110. 110 اي هوت شورت يا جماعه على 110. لسه حاجه زي كده؟ الطقم الترندي اللي معانا مكمل بس ده جديد. ده طقم كامل لسه نازل جديد. يعني حدثوا فيه شويه. انا لو حد جالي وقال لي مش تبع يوميات مكه اقول له ايه؟ مالكش عندي عروض. لا العروض لكل المتابعين يا جماعه. بص ده البنطلون دي كان نازل منه قطيفه ونازل بس ده الجديد. اللي شغل اللي جاي فيه شغل دانتيل ده جديد وسعره تحفه وسعره حلو. دي قطعه دي الثانيه دي الثالثه ب 220 جنيه بس. ب 220 ثلاث قطع على 220 جنيه. 220 جنيه بس. تسلم ايديك. تمام بعد الفيديو تعالوا خدي على 220. بص الجمال. دي عبايه؟ دي عبايه اللي هي الدريس. بس شداد زي الدريس يعني يا روانزه نص روانزه من قدام ب 180 جنيه مش روانزه كامله على 180. ب 180 جنيه على 180 بتاع العادي. دي الكم العادي ب 115 جنيه بس. الاستك 180 والعادي دي ب 115. تنفع امهاتي طريه وحلوه جدا. نخش بقى على الجنب التاني. نكمل مع بعض وفضلا وليس امرا لايك وشير. قبل ما نبدا بس هنا يا كريم حابه اقول لهم ان عندنا تشكيله شتوي على عروض حلوه قوي. كل الشتوي ده عليه كل الشتوي 40%. وشايفه ليندا وشايفه ماركات وبراندات كبيره. تمام تسلم ايدك. حبيت اديكم بس فكره عنها. مقصرين شويه في الكاشات. تمام حاجه زي كده. حلو ده شعيرات. شعيرات بمقاساتها. بمقاساته. حلو جدا. ده اكس لارج بس ب 54 جنيه. ب 54 جنيه. 54 جنيه. تمام على 54. بس حاجه زي كده. ده الكاش. ده بيبقى مقاسات لحد 2 اكس صح؟ انا عندي 600,000 موديل. انا عارف 3 4 موديلات. بس الباقي كله هتلاقوه في التليجرام في اول تعليق. ده كاش برضه 105. ده النهارده ب 105. 105 بس. تمام على 105. ركزوا معانا وفضلا وليس امرا لايك وشير. بص العباية دي. العباية دي برضه كميتها محدودة عندي. دي كميتها محدودة وتلبس معاكوا 3 اكس بعد اذنك. 24 حتة بس ولا 36 حتة. تمام رزق اللي يلحق منهم. ب 95 جنيه. ب 95 جنيه. العباية الترند دي ب 95. ب 95 جنيه امهاتي يا جماعة على 95. تمام. دي عبايات استقبال. دي استقبال برضو اللي هو المباوش اللي زي المباوش ب 105. دي ب 105 الاستقبال ب 105. الواناتها ب 105. حلو قوي. مقاس واحد ولا مقاسات دي؟ دي بتنزل مقاس واحد اللي هي اكس لارج 2 اكس بالكتير. تمام. دي برمودات زي كده. دي برمودة زي دي برضو. بصوا ادي التيشيرت هي مقاس واحد برضو. دي بتنزل مقاس واحد. حلو جدا دي. خامة تحت. ب 120 جنيه. ب 120. بصوا البنطلون بتاعها. تمام هو برمودة او بنتاكور. تمام. ب 120 جنيه. على 120. ده حاجة تانية برضو كاش. ده كاش تاني برضو اهو. طب ابو 105 ده بحزام بتاعه. ده ب 105 بالحزام بتاعه. تسلم ايدك على 105. عايز اقول في تشكيل الكاشات اكتر من اللي بنعرضها بس عشان وقت الفيديو. وقت الفيديو بس. بس ما يطولش عليكم مش اكتر. حاجة قطن صافي زي كده. دي بنطلون اهي برضو. الله حلو ده. ده خامته عالية قوي. 225 جنيه. ده النهارده ب 225. تمام ترينج كامل على 225. كل اللي انا بعرضه تشكيل كبير موجود. حاجة بألواناتها. تمام. قميص بالروب زي كده. ده القميص بالروب بتاعه. بص ادي الكاش اهو زي ما انتم شايفين. والكاش برضو استك يلبس عرايس اللي هي 65 70 والروب بتاعه يلبس حلو قوي قوي. بص الروب حاجه لوكس كده. كام النهارده ده؟ ب 235. ب 235 دي قطن يا جماعه على 235. عبايات كبيره قطن. عبايات قطن امهات مقاسات ما شاء الله ما شاء الله. ده تلبس 150 كيلو. لحد 70 في لحد 7 اكس كمان. لحد 7 اكس كام النهارده؟ ب 170 جنيه بقى. 170 جنيه حلو قوي دي. عبايات الزبده دي بقى. دي عبايات شقه الزبده. على فكره بصوا كل انا عندي جنب كامل تشكيل. بصوا في جنب كامل كده كل ده للزبده. تمام. كام النهارده دي؟ 130 جنيه. 130. عبايات الزبده دي دي النهارده على 130 جنيه. تسلم ايدك. في اشكال منها كتير يا جماعه. هوت شورت زي كده. ده هوت شورت ثلاث قطع. ثلاث قطع. تمام. ادي الهوت شورت بتاعه. ده الهوت شورت زي ما انتم شايفين. تمام. يلبس معاك 90 كيلو ولا حاجه. يلبس 90.
وادي الطب القصير وادي القطعه اللي فوق. هاي كام ده؟ ب 130 جنيه. ب 130 ثلاث قطع يا جماعه على 130 جنيه. ده شفنا منه اللي هو الثلاث قطع اللي هناك. ده القطعتين بتاعه بس. دي الكلاسيك ولا ايه؟ لا ده ضرب بالكيش. ده الروب بتاعه. تمام ده الكيش اهو بالروب. حلو جدا. خاماته تحفه ده يا جماعه. عايز اقول لكم في مصانع منه كتير ضرباه بس ده خاماته حلوه. 190 جنيه. ب 190 جنيه. تسلم ايدك. تمام. نكمل مع بعض برضو. حاجه زي كده. شغل العرايس. هتهيألي دي الصوره بعد اذنك. بصوا كده وريها لكم. ثلاث قطع زي كده. عشان بس بتبان في اللبس اكتر. ثلاث قطع زي كده يا جماعه حلو قوي. ادي الحته اللي تحت. حلو جدا جدا. منها مقاسات كمان. ومقاسات تمام. منها مقاسات لحد 2 اكس. لحد دبل اكس يا جماعه. تسلم ايدك. واجي البنطلون. واجي الروب. واجي الروب بتاعه. ثلاث قطع بكام؟ اربع اشكال بتاعه ده نازل ترند. تمام. ب 230 جنيه. ب 230 ده النهارده على 230 جنيه. ثلاث قطع ده ثلاث قطع اللي هو ده الكلاسيك ده يا جماعه. بيجامه كلاسيك زي كده الزراير. دي الزراير. الله البنطلون. في منها ست سبع اشكال. حلو قوي دي. دي الزراير في منها ست سبع اشكال. تمام تحفه. ب 245 جنيه. ب 245 شكلها حلو قوي يا جماعه والشغل ده يبان في اللبس اوضح. دي حاجه 245. دي عبايه زبده. شكل مختلف. اه دي بقره بس دنتيل من فوق. دنتيل من فوق برضه باشكالها بالواناتها. ودي تلبس قد ايه؟ ب 140 140 جنيه. بصوا اهي على 140 جنيه الزبده. 85 كيلو. تلبس معاكوا الدبل اكس. تسلم ايدك على 140. تمام. هنخش ناخد خلفيه. نكمل بقى مع بعض لانجري وفضلا وليس امر لايك وشير. عندهم تشكيل كتير جدا مش شتوي زي ما انتم شايفين. رواب ترنجات بيجامات حاجات ثلاث قطع وقطعتين شغل بنكي وماسه ولارا هتلاقوه موجود هنا والتشكيل الصيفي كامل كله بس عشان وقت الفيديو بحاول اديكوا لقطات ولينك التليجرام في اول تعليق. تعالوا بينا نكمل في اللانجري. هنا بقى القسم اللانجري الداخلي الشغل العلب السوري والمصري والمستورد. هناخد فكره بسيطه كده عن الداخلي. تمام بصوا كده جايلكم بس بعيد عن المروحه. حلو قوي ده بمقاساته كام؟ ده كام يا جماعه؟ 3 اكس. تمام عامل كام طيب؟ ده ب 50 جنيه. ده ب 50 جنيه ده كام ب 50؟ اه والمشجر بتاعه ب 50 جنيه. والمشجر بتاعه برده ب 50 جنيه ده كام؟ على 50 زي كده المستورد بمقاساته. ده مستورد بمقاساته. 45 جنيه بس. بص كده ده معانا على 45. ده تمام ده ميديم اصغر مقاس على 45 جنيه. عندي عرض على الاندرات بقى مشكله. الفرداني. الفرداني كام النهارده دي؟ جماعه زي ما انت عايز تجمعها اي حاجه ب 17 ونص. ب 17 ونص. بصوا يا جماعه في منه كام يا كمان اهو؟ على 17 ونص. اي اندر ب 17 ونص بمقاساته. اشكاله كتير طبعا. منقط وعادي على 17 ونص. في تشكيل كبير ده كبير جدا اندرات وبرات وتوبيت. هنكمل معاكم كده لانجري ونديكي فكره عنه. بصوا ما شاء الله اللهم بارك تشكيل كبير جدا هنا عادي وخاص وكل حاجه. قال بس كده ايه الجمال ده؟ انا بعرض لبسات على طول. انا عندي اللانجري بيبدا من اول 47 جنيه. من 47 جنيه بس كل ده هتلاقيه على التليجرام. الله حلو قوي ده. وده كام طيب؟ بعرض لوكس على طول. ده ب 160 جنيه. ده ب 160. البرا كده تحفه على 160. بصوا اللي جاي برده ده تول بالبراب الوانه برده. كل حاجه في كل الوانه. بصوا انا بفرد لكم بس الكلوش كام ده برده معانا؟ ده كام؟ 145. 145 تمام تسلم ايدك. صايمين يا جماعه زورنا والله بنصور لكم احنا صايمين. بصوا ده بالبنش بتاعه. بص ده اللي هو كتف وكتف زي ده كتف وكتف. ده كان طالع ترند ده اصلا. وده مبطن عشان في منه مش مبطن. فركزوا معانا. ده كام ده؟ ب 220. ده المبطن اهو يا جماعه على 220. في معانا السواريه. بصوا اللي زي كده. ده السواريه الطويل. الوان برده متاحه. كل الوان موجوده. حلو جدا ده جديد ده ورقبه وبتاع وشغل عالي قوي. وده كام ده برده؟ 155. 155. بصوا شكله يبان في اللبس على 155. حاجات مشجرات زي كده. مشجرات التل اللي هو زي ده. تمام. ده حته من الصف مشجر. ده اللي هو المشجر. استناني بقى قبل ما تشيله. وده تحفه التل حلو جدا. كام ده برده؟ ده شغل لوكسات ده. كام؟ 140 جنيه. 140 التل اللوكس على 140 جنيه زي ما انتم شايفين. في معانا برده ده الايه؟ في الطويل بتاعه. طويل. الفواتح احنا شفنا الغالي. الفواتح بتاعه طويل وقصير. الفواتح بتاعه مسجد. فواتح. فواتح يا اه كملوا معانا. بصوا كده قرب لي بس كده كريم. بصوا ده. ده اللي هو الشرايح الفواتح بقى الابيضات كام النهارده؟ ب 135 بس. والله حلو قوي على 135 برام بطانه وطويل تحفه على 135. زي كده. بصوا ده برده. ده الزبده في انا عايز اقول لك الاصل احلى من الصوره والله تحفه. يعني ده القصير بتاعه. تمام وعامل كام ده؟ ده ب 120. ب 120. الطويل بتاعه ب 145. ب 145 تمام. انا بديكوا لمحه سريعه بس كده انما التشكيل بتاع اللانجري كله ستان وتل وزبده كله موجود هنا. كله موجود باذن الله. بصوا كده برضه قرب لي كده. مكتب الالعاب موجود. بصوا كده ده الطويل وحسام مفتوح من الجنب من هنا. بصوا من الجناب اه. اه حلو جدا ده. برضو زي كده. تسلم ايدك. وده كام برضه؟ ب 160 جنيه. ده ب 160 الزبده القمر ده على 160. حاجه زي كده. ده تل كده ادوار. ده كام قطعه؟ ثلاثه.
ده معاه البنتي والبرو. ده التوب اهو. بصوا ده البرو بتاعته. وادي الهوت شورت بتاعه. ده البرو وده الهوت شورت بتاعه يلبس برضو. وده ال تمام القميص بتاعه اصلا. الله ده ادوار تحفه. بصوا الجمال. كام ده النهارده؟ ده ب 165 جنيه. طب والله حلو قوي. استنى لي بقى يعني ده ثلاث قطع الكاش بالبرو بالاندر بتاعه ب 165 ان شاء الله. يا بلاش والله يا بلاش. طبعا احنا قلنا بقى في اول في حاجه زي كده. قرب لي بس كده. 130 جنيه. بص ده شبك ده. بص كده. تمام على 130 جنيه. بياخد وضع جسم وبصمه جسم على 130 وده شكله اهو يا جماعه على 130 جنيه. اي خطا في الاسعار هتلاقوها على التليجرام يا جماعه. التليجرام موجود في اول تعليق مثبت تحت الفيديو. هنيجي للبدل برده. الناس اللي بتدور على البدل دي بدل اهي. في قصيره زي كده. في القصير ده البرا بتاعتها ايه. تمام. دي سعرها 120 جنيه. بص ده البرا اهو. دي النهارده معانا على 120 جنيه. حلو قوي والله. 120 سعرها كويس. عندي جنب كامل البدل. هوريه لكم برده عشان اخد لكم لمحه سريعه. اهو بصوا دي اهي حلوه جدا دي. 160 جنيه. استنى لي بقى عشان مش باينه كده. بصوا البرا بتاعتها اهي. دي النهارده معانا على 160 جنيه. شكلها حلو قوي كلها لولي كده زي ما انتم شايفين ب 160. تسلم ايدك. تمام. عايز اقول لكم الشغل السوري برده هتلاقوه موجود هنا بكل اشكاله. يعني تشكيله التركي والسوري هتلاقوها موجوده. العلب هتلاقوها موجوده في جنب كامل هنا برده اهو زي ما انتم شايفين لبدل الراس. يعني هتيجوا تلاقوا اشكال كتير من البدل مقاسات عاديه وخاصه. في الشغل التنكري زي ما انتم شايفين الشغل التنكري كله موجود. الحاجات الستانات والزبده مقاسات عاديه وخاصه هتلاقيها موجوده. طويل قصير اي حاجه هتلاقوها موجوده. والشغل ده كله موجود على التليجرام في اول تعليق مثبت. اي خطا بصوا الاسعار برده اتاكدوا من على التليجرام بس ان شاء الله ما فيش اي غلطات. عندنا عبايات الزبده زي ما انتم شايفين. انا بس بديكم ايه لمحه سريعه لاني استحاله هجيب لكم الشغل الموجود في المكان كله زي ما انتم شايفين. تشكيل حلو جدا. العنوان هتلاقوه في اخر الفيديو. بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. تعبتك معايا كريم. شكرا. هنيجي بقى للعنوان. احنا دلوقتي قدام الشارع الموجود فيه مول تسهيل. انا حاولت اعمل لكم زوم كمان عشان تشوفوا مدخل المول زي ما انتم شايفين. احنا واقفين فين؟ في شارع الجيش في القاهره في العتبه. اقرب محطه مترو هتكون محطه مترو باب الشعريه اللي انا عملت لكم عليها زوم دلوقتي زي ما انتم شايفين. دي محطه مترو باب الشعريه. بصوا هحاول اوريها لكم كمان. هتكون اقرب محطه مترو باب الشعريه زي ما انتم شايفين كده. هتفضلوا ماشيين ومكملين لحد ما هتوصلوا عند قهوه الفردوس يا جماعه. هوريها لكم دلوقتي برضو علامه مميزه ان انتوا توصلوا لها. بصوا دي معانا كده قهوه الفردوس هنا زي ما انتم شايفين اهي. هديكوا علامات مميزه مش هتسالوا حد ان شاء الله. اول ما تروحوا المول كده كده سهل في شارع الجيش بره. بصوا على اوله كمان محل اسمه الصفتي للنقل زي ما انتم شايفين ومول تسهيل جوه. ولو جايين كمان من مترو العتبه او من اتجاه بقى شارع الجيش هتيجوا من هنا من الاتجاه اللي انتم شايفينه ده دخلت الشوازليه درب البرابره الموسكي الاول. بصوا ده كوبري الازهر. هتيجوا مترو العتبه وتسالوا على اول شارع الجيش اللي على اوله كوبري الازهر اللي انتم شايفينه ده. وهتفضلوا ماشيين ومكملين لحد قهوه الفردوس زي ما انتم شايفين. سهل العنوان جدا يا جماعه مش صعب خالص. لحد ما هتوصلوا هنا برضو عند الصفتي للنقل وقهوه الفردوس هتدخلوا الشارع اللي بين الاثنين زي ما انتم شايفين. هو اللي قدامنا ده يا جماعه مول تسهيل. مول ده جديد لسه معانا يا جماعه زي ما انتم شايفين. بصوا عملت لكم زوم كمان جبت لكم باب المول من بره. هندي بقى ظهرنا كمان واوريكم المكان من ورا في ظهرنا ايه كمان. بصوا في ظهرنا هنا كمان يا جماعه ده سنتر النهار زي ما انتم شايفين. بصوا ده في ظهري كمان. انا جبت لكم الاتجاهين بقى اللي جاي من عند مترو باب الشعريه واللي جاي مترو على عتبه برضو. وفي ظهرنا كمان البرنسيسه فرحه زي ما انتم شايفين هو يعتبر في وش على طول. وهناك كمان ده حلواني الحايس مشهور ومعروف جدا في قلب شارع الجيش كمان. انا اديتكم علامات مميزه بقى لظهري ويميني وشمالي عشان توصلوا من غير ما تسالوا اي حد ان شاء الله. هنعدي مع بعض كده الطريق وندخل معاكوا عند مول تسهيل. عدينا كده الطريق زي ما انتم شايفين على شمالنا قهوه الفردوس وعلى يمينها كمان الصفتي للنقل اللي انتم شايفينه ده. اول ما ندخل الشارع على طول اول بوابه شمال تقابلنا هتلاقوا مول تسهيل على طول مشهور ومعروف جدا. حتى لو سالتوا بره في شارع الجيش هيوصف لكم على طول. هندخل مع بعض كده ما شاء الله اللهم بارك في محلات كتير. هيقابلنا السلالم كده على الشمال وعندنا الاسانسير. هنطلع احنا مع بعض كده للدور الخامس على طول يا جماعه. اول ما هندخل كده مع بعض هنضغط على رقم 5 هنطلع على طول للدور الخامس
مكتب هلال عبد الموجود يا جماعه، كل ما يخص البيتي هتلاقوه موجود هناك، بجد كنز للعرايس. والعرض اللي عامله كمان هيشحن بالقطعه لكل المحافظات، عندنا استقبال، عندنا لانجري، عندنا كمان ترنجات الخروج باشكالها كلها، عندنا بيك سايز وعادي، عندنا تصفيات على صيفي طول السنه، عندنا شتوي، عندنا مفروشات، يعني الجهاز من الابره للصاروخ زي ما انتم شايفين. ده مكتب هلال عبد الموجود اللي انتم شايفينه، اللي عملنا منه الجوله النهارده، وهتاخده بنفس اسعار الفيديو. بس اللي يروح يقول تبع يوميات مكه عامل لنا النهارده اسعار بوم يا جماعه، عنده الدخلي اندرات وبرات، عنده لانجري، شغل كتير جدا. بالله عليكم ما تنسوش اللايك، بحبكم في الله، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.